تيجي نتمشى شوية مصطفى وبعدين ندخل له. يلا. شمس تعال تعال يا حبيبتي. حبيبتي يا شمس وحشتيني وحشتيني يا أمي. وانت كمان وحشتني يا أبوي حبيبي. شوف يا شمس، انت عارفة كويس انك اغلى حاجة عندي في حياتي، وانا عملت كل اللي اقدر عليه علشان تعيشي سعيدة وتعيشي في امان. والامان يا حبيبتي يجي من اللي بتملكيه، ان كان مال، جاه، سلطان، علم، وخصوصا المال. سامعني يا شمس؟ سامعك يا بابا، بس المال مش كل حاجة. لا يا شمس، المال كل حاجة. اوعى تسمعي كلام مامتك في المسائل دي، مامتك حاجة تانية غير خالص. ليه بتقول كده يا بابا؟ لأن مامتك ما عندهاش الأصل بتاعنا. بس أنا بحبها قوي. بحبك أنت كمان قوي. مالك يا حبيبتي؟ ابدا يا ماما، افتكرت بابا. انا حاسبه يا عزيزه اشوف الشنط. ها تعالي. والله زمان يا مصطفى ما تقعد. ايه رايك بقى؟ افضل اقولها دلوقتي؟ ما بلاش وانا موجود. ده انا افضل انك تكون موجود احسن. طب ما تخلي عزيزة هي اللي تقول. ما ينفعش يا مصطفى، عزيزة مش هتقدر تتكلم زي ما انا هتكلم. وبعدين احنا اتفقنا برا نخلص الموضوع ده هنا وهناك، ولا رجعت في كلامك؟ رجعت في كلامي ايه بس؟ انا ان كان علي عايز الموضوع ينتهي نهائي دلوقتي، بس المهم ما يكونلوش رد فعل وحش عندهم. اطمن، ربنا يستر. شمس يا شمس،
ايوه يا عم. اقعد يا حبيبتي. طبعا مامي كانت قايله لك انها متجوزه واحد قبل كده، قبل بابي يعني. ايوه. وقالت لك كمان اني ليك اخت وانت نفسك تشوفيها. اكيد طبعا يا عم. بصي على الاستاذه. مال عم مصطفى؟ هو مش ممكن يعني فرح تبقى اختي؟ فرح يا ماما. يا حبيبتي يا ماما، تعذبتي معايا كتير علشان كده كنتي بتاخديني وانا صغيره ونروح هناك وتفضلي واقفه في الشباك بالساعات على امل انك تشوفيها، وانا اللي كنت بحرمك من ده كله واقول لك تعالي نروح، كنت بغير منها لما تاخديها في حضنك. سامحيني يا ماما، ارجوك سامحيني. وانت يا عم كنت عارف ده كله؟ ايوه حبيبتي، وياما طلبت من ابوكي بس كان بيرفض. انا كمان شاركت في تعذيبها، ولما تصورت انها باعتني وباعت بنتها علشان تعيش في العز والهيلمان ده كله. حتى انت كمان ظلمتها. غصب عني، غصب عني بجد. ولما تعرف السبب اكيد هتعذرني. أعوضك عن ده كله ازاي؟ بأختك فرح يا شمس. فرح هي كمان اتعذبت، اتحرمت منك ومن حنانك. انتوا مستنيين ايه؟ انا عايزة اشوف اختي دلوقتي حالا، عايزة اشوف فرح. يلا بينا. لا لا استني شوية، بلاش دلوقتي لان الصدمه عليها المره دي هتكون شديده قوي. فرح بالذات كانت واثقه فيا تمام الثقه، وانا اللي قلت لها ان امها ماتت وعاشت عمر بحاله محرومه منها، يبقى هي اللي هتتصدم، مع ان فرح في النهايه بنتي يا مصطفى، وفرحتها بيا وبشمس هتنسيها اي حاجه. يلا بينا يا حسام. يلا يلا مصطفى. راحوا فين كلهم من غير ما يقولوا لي؟ انا عرفت اختي تبقى مين، شفتها قدام عيني، بحبها قوي وسعيده بيها فوق ما تتصوري. حقيقي الف الف مبروك يا شمس، بس ضروري بقى تعوضيها بعدك عنها انت ومامتك. تأكيد، بس لازم هي كمان تحبني قد ما بحبها، ولازم تنسى كل اللي فات وتقدر ظروف مامتها وباباها. ايوه ما هو انت برضه لازم تشرحوا لها الظروف دي. بابا الله يرحمه هو السبب في كل اللي حصل، هو اللي اصر على البعد سكات، وهو اللي بعد امي عن اختي. خلاص ما تزعليش يا شمس، ان شاء الله هتقدر الظروف دي كلها. يعني انت لما كان هتقدري يعني. وباباكي؟ بابايا قصدي بابا. يا ستي كفايه يعني ان هو اتعذب لعذاب بنته، وبعدين كفايه عليه ان هو ربى وسهر وتعب. يعني هتسمعوا انه ما قالهاش ان مامتها موجوده وانها قريبه منها لكن بعيده؟ اكيد يا حبيبتي عنده عذر.
حبيبتي يا حبيبتي يا اختي يا حبيبتي. انت بتقولي ايه؟ ايوه يا فرح انا اختك وانتي اختي وماما عزيزه امنا. صدقيني صدقيني يا فرح. اسألي ماما اسألي باباكي هما دلوقتي مستنيين تحت لما انت. انا ايه؟ انت مستنيه مني ايه؟ مستنيه مني ان انا اجري عليهم واخدهم في حضني اقولها طبعا سامحتك يا ماما سامحتك يا ماما بعد اللي عملوا فيا العمر ده كله. فرح انت انا مش مصدقه اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي. انتي ازاي قدرتي تبعدي عني وازاي قدرتي تضحكي عليا؟ ازاي؟ انا انتي ايه؟ انتي مش ممكن تكوني يوم ولا جواكي عواطف في الامومه دي ابدا. الام حبها كبير وحنانها اكبر وانت بقى يا ما كنت اقول لك كان نفسي يبقى لي ام كنت ترد عليها وتقول لي امك ماتت. ليه يا ماما؟ انا هرد عليك. طب والثقه اللي بينا اعمل فيها ايه؟ اللي قديتها كانت تقول لي انا بدل امك الله يرحمها. عملت ده كله ليه؟ والمصلحة مين؟ المصلحة كنتوا بس ونسيتوني. اما انت بقى ما عندكيش اي مشكلة عشتي طول عمرك في حضن ابوكي وامك وفجأة كده طلعت لك اخت. طب وماله؟ يا هتسليني وتلعب معايا. لكن نسيتي ان ابوكي ده هو سبب تعاستي. ابوك الظالم المفتري ما كفاهوش كل اللي عمله. لا حكم بالاعدام عليا بالنسبه لامي حرام. انت كنت تعرف انها امي؟ انت بتقولي ايه يا فرح؟ انا عايز افهم طنط عزيزه دي امك ازاي؟ انا مش فاهم اي حاجه. فرح انا وطنطك سوا بس اللي كنا نعرف. مامتك كان موقفها صعب يا فرح. الا بنتها تقدر تفرط في ابنك ولو للحظه؟ طبعا لا غصب عني. والله يا بنتي غصب عني. بنتك ايه؟ هي فجاه كده تبقى انت امي وانا بنتك ليه يعني؟ عايز اقول لك ان انا متاكد ان اللي حصل ده كان اكيد غصب عن طنط عزيزه. انا عارف اعمل نظام كويس. فرح بدل ما تاخديها بحنانك تقسي عليها كده. انا مش عارف اقول لك ايه بس باباكي كمان اكيد كان غصب عنه. انت ناسي هو عمل عشانك ايه يا فرح؟ ضحى بحياته كلها عشانك. صعب قوي يا ايمن صعب.
حاول تكلمها من مصطفى يمكن تهدأ شوية. على إذنكم. في حياتك انت لما هتعرفي الحقيقه تاكدي ان انت هتسامحي وهتسامحي امك كمان. انا عارف ان انت نفسك تعرفي الحقيقه. انا هحاول لك كلها ومن الاول. الراجل اسمه نصام. انت لازم تجيني في مصر. انت من عندنا واكيد عنواني هيبقى سهل عليكي. انت سافره النهارده؟ لا بكره. ليه يا لالي؟ عشان اللي بحبه وحشني قوي قوي. انا اول ما انزل من المطار هروح له على طول. هقول له انا بحبك قوي 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 ووحشتني قوي 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 واحنا لازم نتجوز تحت اي ظروف. لازم نعيش سوا ونتحدى الدنيا كلها وايدينا في ايدين بعض. لازم تنسيني العذاب اللي انا شفته. وفضل مصطفى فاكر ان انا السبب في كل اللي جراله واني بعت بنتي عشان خاطر نظام وماله. مع الايام كان ظلمه وكرهه ليا بيزيد. ما هو معذور يا ماما. تعرف يا شمس نظام ومصطفى اتفقوا على حاجة واحدة بس، اني ما اشوفش فرح. عشان كده مصطفى قال لها ان امك ماتت. الله يرحمك يا بابا. المهم يا ماما انت كنت عايشة سعيدة مع عم مصطفى مش كده؟ قوي يا شمس. كان مديني الحب كله. عمري ما شفت ايام زي اللي عشتها معي يا
حبيبتي يا ماما. بس الحمد لله ربنا عوض صبرك خير في الاخر بفرح اهو. الف حمد وشكر لك يا رب. قولي لي بقى يا ماما، شعورك ايه ناحيته؟ ناحيه مين؟ عمو مصطفى. شعوري عادي. انا قصدي يعني بتستريحيله، بتكرهيه، بتحبيه كده يعني؟ محدش يكره مصطفى. ايوه كده انكشف على حقيقتك يا جميل. انكشف ده ايه؟ انت قصدك ايه؟ انا قصدي ان المايه رجعت لمجاريها والحب رجع معاها يا قمر انت. وبعدين يا شمس كده هزعل منك. تزعلي مني؟ طب والله العظيم انت مبسوطه من الكلام اللي انا بقوله ده، ايه رايك بقى؟ طب ما تحلفيش. لا هحلف وهاكد حلفاني كمان. يو عليك يا شمس. طب هسالك سؤال، لو عم مصطفى طلب منك انك ترجعوا لبعض تاني هتوافقي ولا هترفضي؟ مش هيطلب. واضح انه متفق مع الصحفيه اللي اسمها ليلى على الجواز. ريحي نفسك بقى. ليلى ايدي كمان يا ام فرح. الليلى قال القلب وما يريد. يا حبيبتي انت القلب وما يريد. طب لو قلنا مفيش ليلى وطلب هتوافقي ولا هترفضي؟ على العموم خلاص انا عرفت اللي عايزه اعرفه. عرفتي ايه بقى؟ عرفت اللي عرفته بقى، انا حره. شوفي يا اختي البت. شوفي يا اختي الست. عم حسام. عم حسام. بقول لك ايه يا عم؟ ايه يا شمس؟ ايه رايك لو نرجع ماما لانكل مصطفى؟ يا ريت. طب وخدت راي فرح؟ لا بس هي اكيد هتوافق زي بعض. لا برضو لازم ناخد رايها الاول. طب نشوف راي عزيزه الاول ولا ايه؟ لا من ناحيه الطعم عزيزه اكيد موافقه، هي ما قالتليش كده بالظبط انما كلامها يدل على كده. بقول لكم ايه، انا هكلم فرح دلوقتي هقول لها ان هاجي لها الصبح واخدها ونروح لانكل مصطفى. اوكي سلام. الو. ايوه يا ايمن اديني فرح. نعم اقول ازيك الاول؟ طب ازيك يا سيدي، اديني فرح بقى. انت مالك؟ اه طبعا طبعا هخليك تكلمهم. طيب يلا. الو. ايوه يا فرح ازيك يا حبيبتي، عامله ايه وحشاني؟ ايه لا ابدا، بقول لك ايه، انا هعدي عليك بكره الصبح عشان عايزاكي في مشوار مهم. بكره تعرفي يا ستي؟ نعم. لا طبعا حاجة حلوة وحلوة قوي كمان. ايه بكرة يا ستي هتعرفي الدنيا تطير. اه بخصوص باباكي وماما. برافو عليك يا بنت ذكية طالعة لاختك. بس بقولك ايه، ما تقوليش لأيمن حاجة دلوقتي، اسمعي لي بقولك عليه. اوكي باي. نعم. لا لا خليه هو يكلمهم براحته يا ستي، خليه يكلمهم براحته. يلا باي. ده اكيد ايمن. والنبي يا عم رد عليه انت احسن هيزعقلي. حاضر يا ستي. الو. ايوه حبيبي. معلش يا سيدي نسيت عندنا. انا كويس وماما كويسة. دقيقة واحدة. كلم ابنك. ايوه يا حبيبي. موضوع لا انا ماليش دعوه. لا ما انا ما اعرفش حاجه، وبعدين انا ما اقدرش اقول لك لا شمس تزعل مني. بص يا حبيبي مراتك عندك اعرف منها كل حاجه، هي عارفه. يا سلام عليك يا طنط، ليه قلت له انها عارفه؟ ما هو واقف جنبها وهي بتتكلم، هو يعني عبيط؟ لا يا حبيبي مش انت، انا بقول لشمس. لا انا مش هقول، مش هقول يا حبيبي، مش هقول. باي باي. لا جامدة يا سهى. أنا كان نفسي أقوله بصراحة. يعني هو هيسيبها في حالة ده يفضل يقرر فيها للصبح؟ ما أنتِ عارفة ابنك زناه. بنت. مش دي الحقيقة. يعني مصرة تخبي عليا يا فرح. أيمن إحنا لازم نكمل كلامنا المهم. حبيبي أنا شايفة إنك أنت لازم تتوظف وبطل كده تعتمد على المصروف اللي أنت بتاخده من باباك. أنت خلاص بقيت صاحب أسرة. مين بس هيرضى شغل عنده واحد رد سجون؟
ما انت عارفة يا فرح مفيش واحد هيرضى يعيني. خلاص اتوظف في شركة باباك بمرتب معقول، بس تتوظف يعني يكون لك شغل تعمله كل يوم زي اي موظف، عشان يا حبيبي لما تاخد المرتب تحس بقيمته. صدقني صدقني الشغل ده شيء جميل قوي. كل الكلام ده انا عارفه كويس، انا حاولت اعمل كده بعد ما اتخرجت من الجامعة، بس التنظيمات والعمليات الوطنية اللي انا بعملها اهم عندي من اي حاجة تانية، واخدة كل وقتي. امال لقيت وقت ان انت تحب وتتجوز يا استاذ؟ رد عليا. فرح دي حاجة والشغل حاجة تانية خالص. الشغل وطنيته زي الاعمال اللي انت بتقوم بيها بالظبط. بعدين افرض يا استاذ انت بتشتغل في مكان تقدر تفيد بيه بلدك، تسيبه عشان واحد تاني خاين ولا عميل يضر بيه البلد؟ ها رد عليا، كلامي صح ولا غلط؟ عندك حق فرح، انا من بكره هدور على شغل. خلاص بكره تروح لعم حسام وتطلب منه انك تستوظف عنده وهو هيفرح، انا متاكده قوي. خلاص يا ستي، في اي اوامر تانية؟ ده ايه السعاده اللي انا فيها دي؟ فرح وشمس عندي مره واحده، ده ايه الجمال ده؟ بابا احنا جايين لك في موضوع مهم قوي يهمني انا وشمس. وانا تحت ابركم واقفين ليه؟ متقعدوا. ايه دي الشاي عملته لكم بايديا الاثنين دول؟ تسلم ايديك يا ماما. تسلم يا حبايبي. انا بقى متاكده ان اول واحده هتسعد بالخبر ده هي تيتا. لو حصل خبر ايه بقى اللي لو حصل تيتا هتسعد بيه قوي كده؟ انا مش هقول. شمس قولي. بصراحة كده يا أونكل أنا عايزك ترجع لماما. يا ريت ده يبقى يوم المولى، مش كده يا مصطفى؟ والله يا أونكل ماما بتحبك قوي أنا متأكدة، وهو يا دنايا كمان بيحبها ويأزها قوي قوي قوي. إيه رأيك يا مصطفى؟ بصراحة أنا عايش في الفترة دي وعايز إن أنا مش متزبط يعني. أي بابا يعني قلت آه ولا لأ؟ هي عندها تحفظ واحد بس. اللي هو ايه بقى؟ يعني انك مرتبط بالجواز مع مدام ليلى. ليلى؟ لا يا بنتي لا، ليلى ليلى ايه؟ عزيزه عزيزه ام بنته اللي اتحرمت منها العمر كله، هي الاحق يا بنتي. الله. وبعدين مين قال حكايه ليلى دي؟ اكيد حست يا بابا، ومدام حست تبقى بتغير، ومدام بتغير تبقى بتحب. يا سلام، مدام حست تبقى بتغير وتغير تبقى بتحب. طبعا فلسفه، ما انت بتدرسي الفلسفه. يا بابا دي حاجه مش عايزه فلسفه، واحد زائد واحد يساوي اتنين، وانا شايفاها يعني انها بتحبك وانت ميال ليها اليومين دول. هيا بابا قول بقى، ما تدوخنيش انا واختي بينكم. اسم الله عليك يا حبيبتي، اهو ده الكلام. ها بقى يا اونكل تاكد لو حضرتك مش عايز ترجع لها انا مش هزعل منك ولا هقول لها كمان، ولو اني هزعل ان ده مش هيتم، بس دي برضه حياتك وانت حر فيها طبعا. يا بابا اه ولا لا؟ يا ستي اه ااكد لكم ازاي؟ عزيزه شيء خاص بالنسبه لي، وهي فعلا عزيزه عليا قوي. يا سلام، هو ده بقى الكلام ولا بلاش؟ الف مبروك يا دنايا، الف مبروك، يا ريتني كنت اعرف ازغرط. اهو انا دلوقتي اطمنت عليك. ايوه بس حسام وايمن عندهم فكره؟ عم حسام موافق طبعا، وايمن شرحه، وهم زمانهم جايين دلوقتي، بس ايمن رايح هناك بس عشان يتوظف في الشركه عند بابا. يتوظف؟ يتوظف ليه؟ ما الشركة بتاعته. لا الشركة شركة عم حسام، وعم حسام كل أول شهر بيديله مرتب، وطبعا لازم يشتغل بالمرتب ده. أهي دي بنتي بصحيح. ده أكيد عم حسام وأيمن. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. عملتوا إيه؟ خلاص؟ خلاص يا ستي، واستلم الوظيفة النهاردة كمان. أشكرك على الخطوة دي يا فرح. ميرسي عم. امال هنفرح امتى بقى يا مصطفى؟ النهارده طبعا، ودي عايزه كلام مش كده ولا ايه يا انكل مصطفى؟ جرايه يا بنت، هي لعبه؟ بقول لك ايه، خليك معايا انا، انت هتقوم تلبس دلوقتي وتيجي معانا عشان تطلب ايد العروسه. دي ليا انا. ولادك صمموا يا ستي، قالوا لازم اشبكك من اول وجديد. دي شكيتك بس على الله تعجبك قوي، كفايه انها منك. عصافير عصافير بتغرق. كده برضو يا ايمن. ومال يا طن، هو الحب عيب؟ ده احلى حاجه في الدنيا دي الحب، وخصوصا لما يرجع الماء المجاريها. طب تصدقوا بالله انا لو كنت اعرف لكنت عملت فرحكم مع فرح. الله، حسام بيه
شوف التهريج بتاع الولد ابنك ده. والتهريج ليه؟ والله اقتراح حلو، شكلكم انتوا الأربعة كان هيبقى يجنن. ايوه اتجوز انا وماما وبابا في يوم واحد. وانا بقى ماما واختي وابن عم. بقول ايه يا عم مصطفى؟ انا بقول نزفوكوا دلوقتي. ايه ده؟ مش لما يكتبوا الكتاب الاول؟ طب ما احنا فيها. اقوم اجيب المأذون؟ والله اسألوا العروسة. يا عروسة. وبعدها لك يا ايمن. انا عايز كلمة واحدة، يا يا لا. اقول ايه يا مصطفى؟ انت قلت كل الكلام خلاص. انا مش فاهم حاجة، يعني اقوم اجيب المأذون؟ انا بقول نخلي المأذون لبعد المغرب. خير البر يعجله، لا العريس غير رأيه ولا حاجة، انا مصمم ازفوكوا دلوقتي. يا حبيبتي انا يهمني سعادتك، وبعدين انا بحب عنكل مصطفى، اهم حاجه عندي في الدنيا انك تبقي سعيده. لكن غصب عني غصب عني افتكرت بابا. حبيبتي انا بحبك قوي وانا كمان. ايه رايك بقى مصطفى، هتقعد انت وعزيزه نتعشى سوا؟ لا يا حسابين، عزيزه هانم الليله بالذات هتتعشى في بيتي. شمس حزينه قوي يا ايمن. معلش يا فرح، نفسي اخدها في حضني قوي واطبطب عليها. طب ما تروحي لها، مش عايزاها تحس ان اي حد واخد باله من اللي هي فيه، على الاقل دلوقتي. يا شمس هاتي عزيزه بقى الله عشان هنتعشى في البيت الليله. ايوه كنت اتمنى اجي معاك، بس يعني حضرتك. ايه يا عم ايه حيلك؟ مش كفايه عليك عزيزه هانم؟ شمس ايه اللي هتاخدها؟ شمس هتفضل مع عمها، تنام في حضن عمها وتنور حياته. شمس بابا. شمس يا حبيبتي، عارفه كويس قوي اني ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا كمان يا بابا. الله بابا، أجمل كلمة بابا اللي بسمعها من أمك. لو تعرفي قد إيه يا شمس أنا وحيد، خصوصا الأيام دي بعد أغلب الناس ما بعدوا عني. أنا معاك أهو يا بابا. لا أنت مع ماما أكتر مني، مع إنك عارفة كويس إني ما أقدرش أعيش من غيرك. آه شمس، لو تعرفي أنا استحملت قد إيه عشان خاطر عيونك. مالك يا بابا؟ شكلك حزين قوي كده ليه؟ بفكر في العمر اللي جاري بيا. الأسوأ بتعلم الأسوأ، مع إنك عارفة كويس إن أبوك عاش طول حياته نفسه في لحظة حب وحنان. يا سلام، معقولة بابا هو اللي يقول الكلام ده؟ طب يا سيدي ما تزعلش، بحبك بحبك بحبك. ايه رأيك بقى؟ الله، أجمل كلمة حب سمعتها في حياتي، علشان كده بالظبط استحملت كل اللي فات. ايه هو اللي فات يا بابا؟ لو في حاجة مضايقاك أرجوك تقولها لي، أنا بنتك. مفيش داعي يا شمس، مفيش داعي تعرفي، لأن اللي فات كان جارح وكله عذاب. مين السبب في العذاب ده يا بابا؟ الناس اللي المفروض كانوا يبقوا سبب فرح وسعادتي. هما مين؟ قولي. لو قلتلك عليهم هتقدري تكرهيهم. اللي يعذبك يبقى عدو، حتى لو كانوا غاليين عليكي. حضرتك تقصد مين؟ أقصد اللي ذبحوني في أول يوم أفرح. بابا، لو حضرتك تقصد ماما فهي كمان حزينة وتعيسة ومجروحة، وحضرتك عارف ده كويس قوي. هي اللي قالت لي كده؟ من غير ما تقول، أنا بحس وبشوف. ده دور خلقته لنفسها وعاشت فيه من غير ما تحس بأي حد حواليها. يا شمس دي إيه يا بابا؟ كمل. لا ما فيش داعي،
مفيش داعي تعرفي يا بنتي، دي حاجة بيني وبينها حصلت قبل عمري كله. بابا حبيبي، انت بابا وبحب، وهي كمان ماما وبحبها. وانتي بنتي اغلى حاجة عندي في الدنيا، وده المهم عندي. أنا خدت منها شيكات طول فترة مرضها في المستشفى، وآخر شيء كان بخمسين جنيه، أنا عملته بخمستاشر ألف جنيه. معنى كده إنك خدت كل رصيدها؟ أيوة. لسه بقى لما تاخد الجورنال والأطيان والفيلا بتاعتها كمان. إبراهيم بيه، كل ده ليه؟ تاني يا منير. المهم أنت معاك توكيل منها قديم، مظبوط؟ مظبوط، بس ده كان من مدة. وماله يا سيدي؟ هو يعني حامض لما قدم؟ انا عايزك تنزل من هنا على الشهر العقاري على طول، تنقل ملكيه الحاجات دي كلها باسمك انت، وبكده يا دار ما دخلك شر. يا حبيبي احنا بنعمل ده لحد ما يتعدل حالها، وابقى ارجع لها بعد كده كل املاكها على داير مليم، على الاقل عشان خاطر ولادها. طبعا انا لازم ارجع لها كل حاجتها. اه طبعا، بس المهم دلوقتي نقل ملكيه الجورنال باقصى سرعه قبل صدور اول عدد، فاهم؟ احنا مش ناقصين مشاكل تانية يا منير. نقل الملكية انا هنفذه دلوقتي، بس بعد كده نبطل حكاية اعصابها دي، لانها ابتدت تتأثر فعلا، وبصراحة انا مش قادر اشوفها كده. منير يا حبيبي انا سبب قلت لك، انا ما احبش حد يملى عليا شروط. ايوة بس ده كان اتفاقنا. خلص انت مأموريتك، خلصني انا الاول. انا ما احبش حد يكلمني بالطريقة دي يا ابراهيم بيه، وما تنساش انا منير ابن فتحي باشا الدرام الله يرحمه. الف رحمه نور عليه، ودي حاجه تتنسي. انا اسف، عصبيه الشغل هي اللي عامله فيا كده، اعذرني يا منير. انا مش عايزك تشك فيا لحظه، صدقني انا بعمل ده عشان ما ورطش مدام ليلى في مشاكل هي مش قدها، وانا برضه مستفيد. اولا مستفيد ان حاله الامن تستقر في البلد، ثانيا أنا خايف على فلوسها. يلا أنت روح الشهر العقاري وانقل ملكية الحياة دي كلها زي ما قلت لك، وأنا آسف يعني إذا كنت كلمتك بأسلوب يعني مش هو. أنا مستنيك هنا لحد ما تقول لي إن كل حاجة بقت باسمك.